اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وفي احسن الاحوال. فريمون توحشتكم بزاف وتوحشت ندير معكم فيديوهات. فهاد النهار هذا غادي ندير معكم روتين تحفيزي. اذا كان كيهمكم الامر خليكم تبعوا لا فيديو، فهو متعدد الفقرات ففرجة ممتعة. البنات حتى بديت كنمسح في الطبايع وداكشي، عاد تفكرت بانني كنصور لا فيديو ديال هذا النهار. فهنايا بغيت نشارك معكم هاد لي بونج ماجيك، انني ما كتعطانيش من الدار، فكناخذها من اكسيون. ما تقدروا تاخذوها من لوكلير، اي في اكسيون موجوده ورخيصه. فبصراحه الطبايع ما نقول لكمش غادي تسهل عليكم الحياه في المنزل ديالكم، فاي طبعه عندكم في الحيط بالنسبه لكم عارف الاولاد غاديين وكيشدوا. فبهاد لي بونج ماجيك يعني ما كتبركي لا والو، غير من الفوق كدوزي. هنا كما شفتوا طبعه اللي هي كاينه في الماريو، يعني طبعه ديال واش الفاتخه هذاك، ما باش يتحيد ليا ملي حكيتو بهاد لي بونج ماجيك. بصراحه دغيا دغيا كيتحيد، فبصراحه كنصحكم تشريوها. فهادي مسهله عليا الماموريه في الدار، يعني عندي تقريبا الصباغه كلها بيضه، فاش غادي نقول لكم دائما الحيوط عندي بخوبخ. من بعد ما غديت وليداتي صافي، كما شدت واحد الميناج لي هو خفيف، غسلت المعينات ديال الغدا ديال الفطور، دوزت لاسبيراتور كما شفتو، يعني في كل شيء. كيبقى غير مثلا جفيف، يعني حتى مي كنبغي نعس عاد مي كنغسل المواعن ديال العشاء وداكشي عاد كندوز
جفاف باش كتبقى ليلة غد ليه الدار نقية يعني مجفة ناضية كما شفتو. فهنايا غادي نديكم معايا ليدل، غادي نشوف شنو فيه، شحال هادي ما مشيتلو، غادي نمشي نضرب دويرة فيه. فغادي نديكم معايا. وهاد النهار كما شفتو لانه مشمس صافي، حتى الدراري في ليكول صافي، وغادي كما قلت لكم غنضرب دويرة في ليدل. فخليكم معنا فيديو. فهنا البنات جيت ليدل كما شفتو، فغادي نمشي نضرب دويره للبلاصه اللي كيديروا فيها لي ماتيريال وداكشي. فهنا بانوا ليا حاطين هاد لي مطله هادو ديال 90 على متر و 40 على متر و 60، يعني كاين ثلاثه ديال القياسات. فهادي لوغيتا هما حاطينهم ب 8 اورو كما شفتو، زوينين. فبالنسبه للمطله ديال متر و 40 على متر و 90 دايره 79.93 اورو، يعني 80 اورو. فالثمن هو جد مناسب كما شفتو، هنا مخدات دايرين 8 اورو الوحدة. وهادو باش كيعبرو لا طونسيون ديال الناس اللي كطيح لهم لا طونسيون، كيطلع لهم طونسيون. هاد الديكورات هادو كما شفتو، هاد لاناسات هادو في الدوغي هاكا، تا هما دايرين 5 اورو، زوينين. عاود هادو كما شفتو بالنسبه للفصل الشتاء كديروا في وسط منهم شميعه ولا كتحطوهم يعني فوق الطبله ولا يعني في اي بلاصه ديكوري بيهم. كاينين هاد لي بلاطو هادو اللي كتحطو فيهم الديكورات يعني في الدوغي. كاينين هاد بروتيج ماطلا دايرين 6 اورو، متر و 60 على 200. وصراحه فايته واخده لي بروتيج ماطلا من هنا من ليدل، زوينين ما كيتحببو لا والو، كاليتي عندي ما نقول. كاينين ديال متر و 60 وكاينين ديال متر و 40 على حسب القياس اللي عندكم. هنا لي بيجاما ديال البنيات الصغار، وهنا ديال الوليدات كما شفتو. وحداهم كاينين لي باغور ديال لولي ديال الدراري الصغار، كاين على الشكل والنوع. هنا عاود بالنسبه لهاد البلطوفات هادو كما شفتو، وبانوا لي عاود هاد البيجامات هادو اللي هما سخينين، ولكن السروال لا، السروال ما سخونش. يعني بالنسبه للناس اللي دايرين الشوفاج وداكشي ماشي مشكل، ولكن اللي ما عندهمش الشوفاج يعني ما عندهم ما يسخنوا في هاد البرد هذا. كاين عاود حتى هاد البيجامات ديال الرجال تا هما زوينين، الثوب ديالهم زويون. كاينين اوسي هاد البيجامات هادو، وكاينين عاود الناس اللي كيبغيو يديروا سبور. كاين هاد لي باسكيت هادو دايرين 12 اورو ديال سبور. كاينين اوسي هاد لي طابي هادو ديال سبور حتى هما، وكاينين هاد لي كينغ هادو بجوجهم دايرين 7 اورو 7 اورو. وكذلك كاين هاد لي جيلي هادو هما بالنسبة للسبور، فالثمن ديالهم داير 11 اورو، يعني 10 اورو. كاين كذلك هاد الطحانات ديال القهوة كما شفتو، كطحن القهوة خاصة بالقهوة، دايرين 15 اورو. وكذلك كاين هادو ديال لي تيزان، كديروا لي تيزان وتكبوا عليهم الماء صافي، ويعني كيبقاو سخيخين يعني زوينين. انا عندي واحد دايرين 12 اورو. وكذلك هاد الكيسان هادو اللي غزالين بزاف، شحال وانا كنقلب عليهم واخيرا لقيتهم هاد النهار، كنت هو ولا غادي نلقاهم. فكاينين هادو لي طاس لي بليديدات ديالهم، وكاينين اوسي اللي عاديين. فبالنسبه لهاد لي طاس كاينين غير جوج في الباكي، وهنايا خلاص اللي ما عندهمش ليبتين، يعني كيسان كيبقاو عاديين. فكاينين ثلاثه في الباكي، وهنا خلاص هادو كبارين ديال يعني ديال الماء، ولا تقدروا ديروا فيهم كابوتشينو ولا، مهم متعدد الاستعمالات. كذلك كاين هاد القطاره ديال القهوه
صراحه غادي ناخذ شي وحده، عندي وحده كبيره، ولاني بعض المرات كنكون باغي ندير غير هكا كويس ديال القهوه. هنا هاد لي باغيغ ديال الناموسيه الكبار، كذلك كاينين هاد المكانات هادي دايرين دي زوغو، يعني كاين ما يدار كاين. وخلاص الكارونتي ضروري كيكون عندك الكارونتي ديال دوزون، خصك غير تخبي تيكي ويخلص نهار اللي توقع لك شي حاجه. الحاجه اللي خديتي صافي كتدي لهم التيكي فالكارونتي 100%. بصراحة في هاد الوقيته ديال ما بين الوحده الوحده ونص فكيكون اليد الخاوي، فكتضري على خاطرك وكلشي. فخديت هاد الحويجات هادو، خديت داك الكيسان، فغادي نخلص وغادي نتلاقاو في الدار. فبالنسبه للمشتريات اللي شريت اللي عجبوني، مهم فانا مبليه بالقهوه، خديت هاد قطرات القهوه هادي صغيره زوينه عجبتني، مستيليه بالكحل. وخديت هاد المول هذا، فبعض المرات كنبغي ندير الكاك اولا الكاطو، فكنبغي نديرو هكا مربى، ما عنديش هاد المول هذا، فكاين فيه جوج، فيه جوج واحد فوق واحد، يعني بغيتي ديري فيه شي حاجه اللي هي مالحه دجاج ولا خضره ولا هذا تغطيه كما دايرين. فانا مهم انا اصلا خديتو عنوان على انا وديت الكيك، ما عندي مول دايرين مي ما عنديش مربع، فالقياس ديالو هو هذا 3.7 سنتيم، ف يعني في هذا في القياس ديالو ديال الجناب طالع. وكذلك خديت هاد الكيسان هادو، اللي بصراحه زوينين، كانوا حطوهم في اكسيون مي ما كنت لقيت غير جوج، فبصراحه من احسن انسان الا خدا ياخد اما 6 ولا 12 ولا المهم انا نحلهم باش نوريهم لكم. فالكاس هو هذا، كيجي على هذا الشكل هذا دوبل باغوار كما شفتوا، يعني فيه جوج بحال الشكل اللي في الترموس. فهذا كيغاردي الا درتي مثلا تيزان سخون فكيغاردي السخونيه لونطون، يعني مده شويه طويله على الكاس العادي، ولا درتي يعني شي حاجه اللي هي بارده يعني كيبقى مغاردي البروديه. فهنايا كاتبين الا كان كيبان لكم يعني دوبل باغوار كيشد الا كانت حاجه بارده اولا سخونه كما شفتوا. وتاملي كتقيسوها يعني بيديكم ما كتحرقكمش. فانا خديت جوج باكيات يعني 3 × 3 = 6، يعني تقدروا تشربوا بهم قهوه ولا ديروا لي تيزان فيهم يعني كيف ما نتوما بغيتوا. فانا عندي لي طاس بزاف ديال القهوه، فبغيت نبدل شويه الشربه، نبقى نشرب قهوه في كاس اللي هو عادي هكا. فصراحه الستيل ديالهم كيجي زوين، يعني ملي كتحط القهوه ديالك فكتجي تشوفها زوينه. انا غادي نجرب، انا غنكب فيه غير العصير، شفتو معايا كي كيجي، كيجي هكذا داير، كيجي فيه واحد المنظر زويون، شفتو معايا. بعد كيسان هادو كاينين في ليدل، فبصراحة بيني وبينكم السلعة ديال ليدل فأنا كنتيق فيها، كنتيق فيها دائما، كنشري يعني أي حاجة كتصدق كاليتي من يعني الالات ديالهم ديال الروبويات وداكشي كله. بصراحه يعني كنثق في السلعه ديالو، يعني هذا الراي ديالي الشخصي، يعني ماشي اشهار وماشي شي حاجه، هادشي اللي بغيت نقول لكم. ف كنتمنى يعني اللي حداه ليدل وكان باغي هاد الكيسان هذا فيمشي يزرب يشريهم. كما قلت لكم كاينين هادو 3 يعني شويه صغارين ماشي بزاف، وكاينين باكيه اللي فيها غير جوج حق كبارين. انا خديت هادو كيجيو كزوين ما بين صغار كبار. فكما قلت لكم من حدا ليدل يمشي يشوف الى هما مازالين. البنات غادي ندير واحد لي سيغا غادي نشاركهم معكم، كيجيو روعه بسيطلات، بغيتو ديروهم على شكل بسيطلات. فانا ملي كنكون هكا بوحديتي مع وليداتي فكندير غير لي سيغا ساهلين دغيا دغيا، فملي كيكون جاي عندي شي واحد كنبغي ندير شلاطه وداكشي فكندير بسيطلات صغيورين دايرين يعني منفردين كما كنقولوا صغيورين. ف
فهاد الحشوة هادي روعة غزالة. فبالنسبة لبستلات الحوت كما كتعرفوها البنات، فاش غادي نقول لكم كطيح غالية. فهاد الحشوة اللي غادي نعطيكم كيكون فيها مذاق بحال الحوت وثمن جد مناسب، فخليكم مع الفيديو. انا كما شفتوا درت البصلة ودرت فص ديال الثوم، فخلاص هنا درت بصلة يعني مويان، تقدروا ديروا بصلة كبيرة على حسب. درت ورق سيدنا موسى صافي، وغادي نخلي داك البصلة ديالنا تهبط مع الثومة. كما قلت لكم البنات كيجيو روعة هاد البصيطلات هادو او لي سيغار. هنا عندي صدر دجاج، فانا غادي ندير كمية هنا متوسطة، قبضت يعني صدر ديال الدجاج غير واحد النص ديالو، يعني ماشي صدر الدجاجة كلها غير النص. غادي نشدها، غادي اما نقطعها قطع رقيقة ولا غادي نطحنها، فهنا فضلت نطحنها كاع ونتهنى في ساعة. خلاص بغيتو تقطعوهم قطع رقيقة نقطعوهم ماشي مشكل. صافي البصيلة ديالنا راها كتشحر، وغادي نطحن هاد النص ديال الصدر ديال الدجاج، وغادي نزيدو على داك البصيلة كما شفتو. غادي نحاول نطلق داك الكفتة كما شفتو ملي كتطحن كتجمع، غنحاول نطلقها. وعاد غادي نضيف لها شوية ديال الابزار وشوية الملح وشوية ديال الزعتر اللي هو لو تايم. صافي هنا نخليو الدجاج ديالنا حتى يطيب كما شفتو، فهنا ما طلق لي لا ما لا والو، فكنت ديجا يعني خليته يدي كونجلا. هنا شديت الزيتون قطعته، فهنا واحد ملاحظه يعني الا عندكم الشامبينيون زيدوه حتى هو، انا في هذه اللحظه ما كانش عندي، فدرت شعريه ديال الشينوا من بعد ما ذوب يعني كبيت عليها الماء سخون وصفيتها وقطعتها بالمقص. فكما قلت لكم البنات الا عندكم الشامبينيون حتى هو قطعوه وديروه. هنا عندي بواطه ديال الطون، فغادي نصفيها من الزيت وغادي نضيفها. صافي الا بغيتو ديروا شويه الهريسه باش يجيكم محار ديرو. صافي غادي نخلط الكل ونخلي داك شاريه الشينوا ديالنا حتى تشرب داك المذاق ديال الزعتر والثومه والبصله وداك التوابل كلها اللي درت. صافي ونطفي عليها البوطه كما قلت لكم، الا عندكم الشامبينيون ديروه غادي يجي احسن. صافي هنا غادي ندير شي شويه ديال الى عندكم فرماج محكوك ديروه من الفوق. صافي وطفيو البوطه وخليو الحشوه تبرد. صافي هنا كما شفتو غادي ناخذ الورقه ديال البسطيله، فكما قلت لكم غادي نديرها سيجار. فانا غادي ندير شويه ديال الحشوه، ولا عندكم الفرماج لا باش كري، الناس اللي كيبغيو لي في دو بريك فيهم الفرماج لا باش كري فكيجيو كذلك بنانين بزاف. فهنا انا ما درتش، اكتفيت غير بفرماج رابي، فصراحه بفرماج لافاش كيري كيجيو لذادين. يعني انا اكثريه ديال لي في دو بريك مي كنبغي نديرهم فكندير فيهم الفرماج لافاش كيري. فهنا غادي ندير شويه ديال الحشوه وغادي ننويهم على شكل سيجار، فصراحة كيجيو رائعين. بغيتو تقليوهم تقليوهم، بغيتو ديروهم في الفران ديروهم كيف ما بغيتو، حتى مقليين كيجيو زوينين. كانوا هادو مالي سيكار ديالنا، رافقت معاهم بالبولات شير، طيبتهم طيبتها بمطيشه والكرافس وشويه القزبر والثوم. فكنتمنى لا فيديو ديال هاد النهار تنال اعجابكم. شكرا على التعليقات ديالكم على التشجيع ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم في رحمه الله، بسلام عليكم.